السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا باشمهندسين في المحاضرة الأولى في شابتر 3 اللي هو بيتكلم عن الفيكتور ديفرنشيال كالكولاس، اللي هو التفاضل الاتجاهي أو تفاضل المتجهات. كلنا عارفين يا شباب إن الكوانتيتي، إذا أنا عندي الكوانتيتي الكميات عموما، الكميات بتنقسم إلى نوعين، سكالر وفيكتور. سكالر اللي هي الكميات القياسية، مثلا لو أنا عندي فاي إيكوال إكس واي بلس زد سكوير واي، حاجة بالشكل ده، يعني مفيش فيها أي فيكتور. يبقى لو أنا عندي كمية سكالر بتبقى حاجة بالشكل ده. لكن الكميات الفيكتور او الكميات المتجهه دي اسمها الكميات المتجهه، ودي اسمها الكميات القياسيه. يبقى انا عندي نوعين من الكميات. لو انا عندي كميه متجهه زي الفيكتور A، بيبقى مثلا 2i minus 5j plus 3K، دي اسمها كمية متجهة أو فيكتور كوانتيتي. ممكن فيكتور اسمه B XI بلس واي زد جي بلس 5ZK، دي برضو اسمها فيكتور كوانتيتي أو كمية متجهة. يبقى احنا عندنا الكميات بتنقسم لنوعين، سكالر كمية قياسية وفيكتور. طيب في حاجتين، نوعين من الضرب عاوز اعرفهم. في حاجه اسمها الدوت برودكت اللي هو الضرب القياسي، اول حاجه الدوت برودكت. لو انا عندي تو فيكتور، مثلا فيكتور اسمه ايه اللي هو A1i بلس A2j بلس A3k، وعندي فيكتور اسمه B عبارة عن B1i بلس B2j بلس B3k. لو أنا عندي تو فيكتور بالشكل ده وعاوز أعمل لهم دوت برودكت، أنا عارف يا شباب إن أنا لو أنا عندي i دوت i ايكوال، هلاقيها ايكوال j دوت برودكت j ايكوال الk دوت برودكت الk. الكلام ده ايكوال ايه؟ ايكوال 1. الكلام ده عارفينه قبل كده في ضرب المتجهات. لكن لو انا عندي i دوت برودكت j، هتلاقيها ايكوال مثلا j دوت برودكت الk ايكوال الk دوت برودكت الi. الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. الكلام ده عارفينه مع معلوماتنا السابقه. لو انا جاي عاوز اعمل الاي فيكتور دوت برودكت الاي البي فيكتور، هلاقي الاي 1 في البي 1 اي دوت برودكت اي يدي 1، يبقى اي 1 بي 1 بلس اي 2 مع البي 2، اي 2 مع البي 2، اي 2 بي 2 بلس اي 3 بي 3. لو انا عاوز اضرب التو فيكتور دوت برودكت، وانا عارف ان الاي فيكتور دوت برودكت البي فيكتور هي نفسها البي فيكتور دوت اي فيكتور، اللي هو اي بي حاصل ضرب اي بي في كوزاين الزاويه ايه؟ كوزاين الزاويه بينهم اللي هي كوزاين سيتا. طيب لو انا عاوز اجيب النوع الثاني اسمه الكروس برودكت، في نوع تاني من الضرب اسمه الكروس برودكت او الضرب الاتجاهي، في نوع اسمه الضرب الاتجاهي. الضرب الاتجاهي ده دايما بيتم في محدد يا شباب. فمثلا لو انا عندي A فيكتور كروس، علامة الكروس برودكت بالشكل ده،
مع البي، ده بيديني دايما فيكتور تالت اسمه سي، حيث ان السي بيبقى عمودي على الاي والبي. يبقى الكروس برودكت ده ايه؟ كروس برودكت بي بيديني متجه تالت اسمه سي، حيث المتجه سي عمودي على اي والبي. طيب افتراض ان انا عاوز اعمل اي كروس بي، الكلام ده بيتم في محدد، هيبقى بالشكل ده، ادي بوزيتيف ادي نيجاتيف ادي بوزيتيف، وادي المحدد بتاعي، ادي اي جي كي. الاي عباره عن اي 1 اي 2 اي 3، البي بي 1 بي 2 بي 3. طيب لو احنا جينا فكينا المحدد ده، لو انا جيت فكيت المحدد ده هيديني ايه؟ باجي الغي العمود والصف هيديني، وبعدين اضرب A2 B3 minus A3 B2، الكلام ده مع مين؟ مع الـ R. طيب مع الجي، مع جي في شرط ماينس اهي، يبقى ماينس، بلغي العمود وبلغي الصف، يبقى A1 B3 ماينس A3 B1. طيب اجي مع الكي، ادي بلس، ادي الكي، بلغي العمود وبلغي الصف، يبقى A1 B2 A1 B2 ماينس A2 B1. الآن يا شباب الضرب الاتجاهي اللي احنا دايما بنعمله في محدد بالشكل ده. احنا عارفين برضو من خواص الضرب الاتجاهي ان A فيكتور كروس B فيكتور ايكوال نيجاتيف B فيكتور كروس مين؟ كروس A فيكتور. عارفين الكلام ده؟ لو انا بدلت يبقى في اشارة نيجاتيف. لكن الخاصية دي متحققة فين؟ متحققة في الدوت برودكت، إن A دوت برودكت B هي نفسها B دوت برودكت LA. يبقى أنا عرفت دلوقتي إن أنا عندي أنواع الكميات، في كمية قياسية مفيش فيها فيكتورز خالص زي X Y بلس Y Z سكوير Y، في كميات متجهة زي ما إحنا شايفين. عرفنا يعني ايه دوت برودكت، وعرفنا يعني ايه كروس برودكت. تعالوا نشوف الكلام ده هنستخدمه في ايه يا شباب. هنيجي نجيب ثلاث حاجات في الشابتر ده مهمين. هاجي هتكلم عن ثلاث حاجات مهمه. هحتاجهم في الشابتر ده اللي هما الجريديانت والدايفرجنس. أول حاجة هنشوفها مع بعض حاجة اسمها الجريديانت، وبنختصرها الجريد بالشكل ده. ودايما الجريد ده يا شباب بجيبه الكمية القياسية، يبقى دايما بجيب الجريديانت ده لكمية قياسية. طيب تاني حاجة، حاجة اسمها الدايفيرجنس، باختصرها ديف، ودي بتبقى لكمية متجهة. طيب تالت حاجة بشوفها اسمها الكير، والكير دي بجيبها لكمية متجهة. انا عندي فيه ثلاث حاجات هناقشهم في الشابتر ده. حاجه اسمها الجريديانت اللي هي ميل المماس، ولو عندي سطح ده بيبقى العمودي على السطح. الدايفرجنس اللي هو معامل الاختلاف او الانحدار. الكير اللي هو معامل الالتفاف او التجعد، يعني اساميهم غريبه شويه بالعربي. طيب عاوز اعرف حاجه اسمها النابله اللي احنا بنكتبها كده، نابله دي اسمها الدل اوبريتور، ده معامل التفاضل، اللي هو معامل التفاضل الاتجاهي، معامل التفاضل، معامل التفاضل الاتجاهي.
ده اسمه نبضة. طيب ده قيمته ايه؟ النبضة دي قيمتها بارشل على بارشل اكس مع الاي، بارشل على بارشل واي مع الجي، زائد بارشل على بارشل زد مع الايه؟ مع التي. دي اللي بفاضل بيها المتجهات يا شباب، اسمها النبضة. بفاضل بالنسبة للاكس مع الاي، وفاضل بالنسبة للواي مع الجي، وبفاضل بالنسبة للزد مع الكي. طيب لما نيجي نعرف الجريدينت، أول حاجة هنشوفها الجريدينت اللي هي الجريد ده. فمثلا لو أنا عندي دالة اسمها فاي، لو أنا عندي فاي ايكوال مثلا اكس سكوير واي زد كيوب، وعاوز اجيب الجريد، فايند الجريد اوف فاي. الجريد اوف فاي هي عبارة عن النبضة، الفيكتور دي بأثر بيها على مين يا شباب؟ بأثر بيها على الفاي. يبقى الجريد هي عبارة الجريد اوف فاي، عاوز اجيب الجريدينت للفاي دي، كمية قياسية اهو، احنا قلنا الجريدينت بجيبه الكمية القياسية. فادي كمية قياسية اهي، بيقول لي هات الجريد اوف فاي اللي هي الجريدينت. الجريدينت ده بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي نبضة فاي. هاجي اقول له بما ان الجريد اوف فاي عبارة عن نبضة بأثر بها على الفاي. طيب النبضة دي عبارة عن ايه؟ بارشل على بارشل اكس اي، بارشل على بارشل واي مع الجي، بارشل على بارشل زد مع الكي، هأثر بيها على الفاي اللي هي اكس سكوير واي زد كيوب. انا هأثر بالنبضة دي، ادي النبضة، على مين؟ على الفاي. الكلام ده بيساوي ايه؟ باجي أأثر بالإيبوريتور ده كله على الفاي، يبقى بارشل على بارشل اكس هفاضل دي بالنسبة للاكس هتديني 2x واي زد كيوب، الكلام ده مع مين؟ مع الاي بلس، وفاضل دي بالنسبه للواي تديني اكس سكوير زد كيوب، والناتج اضربه في الجي بلس، هفاضل دي بالنسبه للزد تديني 3 اكس سكوير واي زد سكوير مع مين؟ مع الكي. الناتج ده هو الجريد يا شباب. الجريد اوف فاي ان انا باثر بالنبضه، المعامل التفاضلي ده، على الفاي اللي هي كميه قياسيه. باجي افاضل الفاي بالنسبه لاكس والناتج اضربه في اي، وفاضل فاي بالنسبه لواي والناتج اضربه في جي، وفاضل فاي بالنسبه لزد والناتج اضربه في مين؟ في كي. الناتج ده اسمه الجريدينت اوف فاي. طيب اكزامبل تاني، لو انا عندي اكزامبل، لو انا عندي ايه فيكتور اهي عبارة عن اكس زد مع الاي ماينس واي سكوير مع جي بلس 2 اكس سكوير واي مع الكي، ادي فيكتور اسمه ايه؟ بيقول لي ايه؟ فايند، هات لي الدف of A ده أولا، وثانيا هات لي الكيرل، الكيرل of A. طيب مديني كمية فيكتور، وأنا عارف إن الدايفرجنس اللي هو اختصار الدف، لازم أأثر على كمية متجهة اللي هي A، والكيرل برضه بيأثر على كمية متجهة، فهو هنا مديني ال A فيكتور ومحتاج الدف اوف A. طيب نيجي نقول ايه الفرق بين الدف والكيرل؟ الدف عارف النبضة بيضربها دوت برودكت مع ال A، ده يديني مين؟ يديني الدف اللي هو الدايفرجنس. طيب الكيرل ده عبارة ايه؟ عارف النبضة؟ عارف النبضة دي؟ بيروح جاي عامل كروس برودكت مع مين؟ مع ال A. الفرق بين الدايفرجنس والكيرل احنا خلاص عرفنا الجريدينت. الجريدينت باجي بيه بالمؤثر التفاضلي، المعامل التفاضلي ده، واثر بيه على الفاضل. لكن الدف اللي هو الدايفرجنس والكيرل عباره عن ايه؟
الضيف عارف المعامل التفاضلي الناقله بيضربه دوت برودكت مع الاي. الكيرف المعامل التفاضلي بيعمله كروس برودكت مع الفيكتور اي. فتعالى الاول نجيب الضيف اللي هو الدايفرجنس. تعالى نشوف الكلام ده مع بعض. اجي اقول اذا الديف اوف اي عباره عن بارشل على بارشل اكس اي بلس بارشل على بارشل واي الجي بارشل على بارشل زد الكي دوت برودكت مع اكس زد اي اهي ماينس y سكوير g بلس 2x سكوير y مع مين؟ مع ال k. مع ال k. ادي يا شباب. يبقى انا هعمل دوت برودكت للنابلة اهي مع مين؟ الفيكتور a. انا عارف الدوت برودكت اللي مع ال i يأثر مع اللي مع ال i، واللي مع ال g يأثر مع اللي مع ال g، واللي مع الكي يأثر على اللي مع الكي هنا، لكن اللي مع الاي لما يجي يأثر مع جي يدي زيرو، اللي مع الاي لما يجي يأثر مع الكي يدي زيرو، وكذلك الجي مع الاي تدي زيرو، مع الكي تدي زيرو، الكي مع الاي تدي زيرو، مع الجي تدي زيرو. يبقى انا في الدف في الدوت برودكت الاي اللي مع الاي اللي هو بارشل على بارشل اكس يأثر لي على اللي مع الاي هنا، يبقى في الكلام ده يساوي لما فاضل بارشل على بارشل اكس على دي اديني زد. تمام. هل لما اجي اقصر بارشل على بارشل اكس مع جي او الكي لازم يدي زيرو، لان الاي دوت برودكت مع الجي زيرو، الاي دوت برودكت مع الكي تدي زيرو. اوكي، همسك اللي مع الجي بارشل على بارشل واي مع هنا تديني ماينس اهو 2 ايه؟ 2 واي، بارشل على بارشل واي مع دي تديني ماينس 2 واي. خلاص ادي اللي مع الكي بارشل على بارشل زد، اللي مع الكي هل في زد هنا؟ لا، يبقى بلس ايه؟ بلس زيرو. يبقى زد ماينس 2 ايه يا شباب؟ ماينس 2 واي. دي اللي هي مين؟ دي اللي هي الديف، دي اللي هي الدايفرجنس. طب نيجي للكير، نيجي كير اهو كير للاي. قال لك دي عباره عن النبضه هعمل كروس برودكت مع مين؟ والكلام ده بيتم في خلال ايه يا شباب؟ بيتم في محدد. ادي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، اي محدد احنا عارفين فيكوا ازاي. وبعدين بروح جاي حاطط اي جي كي، وبعدين بارشل على بارشل اكس بارشل على بارشل واي اللي هي مركبات مين؟ مركبات النابله. بارشل على بارشل زد، واحط هنا مركبات الاي اللي هي ايه؟ مركبات الاي اللي هي اكس اكس زد ماينس واي سكوير، وهنا 2 اكس سكوير واي. ادي المحدد بتاعي يا شباب. يبقى انا عندي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف اي جي كي. انا حاطط مين الاول؟ النبله. يبقى مركبات النبله اهي، مركبات النبله، وبعدين مركبات مين؟ مركبات الاي اللي هي اكس زد ماينس واي سكوير 2 اكس سكوير. يلا بقى فك كده يا بطل. الكلام ده بيساوي اولا في عندي هنا قبل ما فك عندي ار، تمام، بشيل عمود واشيل صفحه بارشل على بارشل واي في الكلام ده، يبقى 2 اكس سكوير ماينس لما اجي افاضل بارشل على بارشل زد دي ما فيش فيها زد يبقى ماينس زيرو. وبعدين عندي ماينس كوس مع مين؟ مع جي. شيل عمود وشيل صف بارشل على بارشل اكس للكلام ده يديني 4 اكس واي ماينس. انا شلت ده وده، هاثر على ده بالاكس واثر على ده بالزد يديني هنا ماينس ايه؟ ماينس اكس. وبعدين بلس كوس مع مين؟ مع الكي. هشيل عمود عمود وصف بارشل على بارشل اكس بزيرو، بارشل على بارشل واي يديني هنا زيرو. يبقى الكلام ده 2 اكس سكوير مع الاي
ماينس 4xy ماينس x مع مين؟ مع g. مين ده؟ ده الكيرف للايه يا شباب؟ ضرب اتجاهي في محدد. يبقى تاني لما باجي اجيب الكيرف عباره عن النبله كروس برودكت مع الايه؟ بحط موجب سالب موجب بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف اي جي كي مركبات النبله بشعل بشعل اكس بشعل بشعل واي بشعل بشعل زد ثم مركبات الايه؟ اهي ثم ابتدي افكت المحدد عادي خالص الناتج ده هو مين؟ هو الكيرف اوف اي. طيب لو جه قال لي طب تعرف تجيب لي الديف فاي اي والكيرل فاي اي؟ تعال نشوف الكلام ده. تعال نشوف الكلام ده. اه مديني بيقول لي ان الفاي اكزامبل الفاي ايكوال x سكوير y z كيوب وال a equal x z مع ال i minus y سكوير مع g plus 2 x سكوير y مع ال k. بيقول لي find اول حاجه هات لي ديف فاي اي نمبر 2 هات لي كيرل فاي اي. الفكره بمنتهى البساطه عباره عن ايه؟ اضرب الاول فاي في ايه؟ الناتج هات له الدف اللي هو دوت برودكت مع مين؟ مع النبضه. بعد كده هات لي فاي اي وجيب لها الكيرل اللي هي كروس برودكت مع النبضه. اجي اقول له بما ان فاي لما اجي اضربها انت بتضرب كمية قياسية في كمية متجهة. يبقى ده بينضرب مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا في التلاتة. هيديني ايه؟ هيديني اكس كيوب واي زد 2 باور 4. الكلام ده مع مين؟ مع الاي ماينس افتح كوز اكس سكوير واي كيوب زد كيوب مع الجي وبعدين هيديني بلس 2x سكوير 2x باور 4 بقى ما دي x سكوير مع x سكوير y سكوير z كيوب مع مين؟ مع الكيوب. ادي الفانكشن اللي انا هجيب لها مين؟ اجي اقول بما ان هو الدف لفاي اي مش هو عباره عن النبله دوت برودكت مع فاي اي يا شباب؟ انا هاجي النبله بارشل على بارشل اكس مع الاي بارشل على بارشل واي مع الجي بارشل على بارشل زد مع الكي. هعمل لها دوت برودكت مع مين؟ مع دي اللي هي ايه؟ اكس اكس كيوب واي زد 2 باور 4 الكلام ده مع الاي ماينس اهو هطول السطر كده معايا اكس سكوير واي 2 باور 3 زد 2 باور 3 مع الجي بلس 2x باور 4 y سكوير مع الكي. ماشي يا شباب؟ يبقى انا هعمل دوت برودكت مع الكلام ده كله. انا عارف الدوت برودكت اللي مع الاي مع اللي مع الاي واللي مع الجي مع اللي مع الجي واللي مع الكي مع اللي مع الكي. تمام كده؟ تعال نقصر بالاكس على اللي مع الاي تديني ايه؟ قال لك تدي 3x2 y z باور 4 وعندي الاي دوت برودكت الاي تدي 1 خلاص تمام كده؟ ماينس فاضل بالنسبه للواي يبقى 3x باور 2 y باور 2 z 2 باور 3 وبعدين ده مع اللي مع الكي فاضل بالنسبه للزد يبقى 6 x2 باور 4 y سكوير زد سكوير. ده مين؟ ده الديف يا شباب. ده الديف فاي اي اهو.
طلع 3x2yz ماينس 8 ادي الدبث. طيب الكلام ده مظبوط. تعال نجيب نمبر 2، عاوز اجيب كيرل لمين؟ لفاي A اللي هو قلنا النقله كروس برودكت لمين؟ لفاي A. طيب يبقى الكلام ده بيساوي ادي بارشل على بارشل اكس اي بارشل على بارشل واي جي بارشل على بارشل زد كي كروس برودكت فاي اي فين؟ فاي اي اهي، يبقى اكس باور 3 واي زد باور 4 الكلام ده مع الاي ماينس اكس سكوير واي باور 3 زد باور 3 مع جي بلس 2x باور 4 y سكوير زد باور 3 مع مين؟ مع الكي. انا هعمل كروس برودكت. احنا عارفين دايما الكروس برودكت ده انا بعمله في ايه يا شباب؟ ايوه بعمله، امسح ده كده، بعمله في محدد. تعال نشوف الكلام اهو، ادي المحدد بتاعنا اهو، وادي بوزيتيف اي نيجاتيف جي بوزيتيف الكي. حط لي مركبات النبله، مين اللي في الاول؟ النبله بارشل على بارشل اكس بارشل على بارشل واي بارشل على بارشل زد. حط لي مركبات فاي اي، يبقى اكس كيوب واي زد باور 4 ماينس اكس سكوير واي كيوب زد كيوب، وهنا 2x باور 4 y سكوير زد 2 باور 3. الكلام ده ايكوال، افتح قوس مع الاي ماينس قوس مع الجي بلس قوس مع مين؟ مع الكي. تعال شيل عمود وشيل صف، هتبقى بارشل على بارشل y للكلام ده، هتبقى 4 x2 باور 4y زد كيوب ماينس، يبقى ده الواي. فاضل بالنسبه للزد يبقى بلس ماينس ماينس، يبقى 3 x2 y2 باور 3 زد 2 باور 2. طيب وبعدين شيل عمود وشيل صف، بارشل على بارشل اكس اكس ماينس، انا لما شلت ده وشلت ده يبقى بارشل على اكس، بارشل زد على الكلام ده يبقى 4 اكس كيوب واي زد كيوب. طيب مع الكي شيل العمود الاخير وشيل ده، بارشل على بارشل اكس تبقى ماينس 2 اكس واي باور 3 زد باور 3 ماينس بارشل على بارشل واي تبقى اكس 3 زد 2 باور 4. هتلاقي الكلام ده مظبوط. ادي الكيرل يا شباب لفاي اي. يبقى احنا خدنا في الجزء ده ازاي تجيب الجريديانت، ازاي تجيب الدايفرجنس، ازاي تجيب الكيرل. ونشوفكم في الجزء الثاني من المحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.